جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمعا من جدة رمزت باسمها بالحروف عين ياء، تقول: نذرت على نفسي إن تحقق بي أمر أن أضع ثلاجة لتبريد الماء تكون سبيلا وصدقة لوجه الله تعالى، وإذا الآن لم يتحقق الأمر الذي نذرت من أجله، بماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟ ما دام لم يتحقق الأمر الذي علق عليه النذر فإنه لا يلزمك عمل هذا النذر لعدم وجود الشرط. أما إذا وجد الشرط الذي علقت عليه النذر فإنه يلزم الوفاء بهذا النذر لأنه طاعة، لأن عمل الماء البارد للناس يشربون منه عمل صالح فيه أجر عظيم وهو طاعة وقربة إلى الله عز وجل. فإذا حصل الشرط الذي علقت عليه عمل هذا الماء فإنه يجب الوفاء بالنذر، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وفي قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، في قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذر من نذر فإن الله يعلمه أي فيجازيكم عليه. فقرن النذر بالنفقة دل على وجوب الوفاء به ومشروعية الوفاء به لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي التنبيه أن الدخول في النذر ابتداء أمر مكروه أو محرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الرجل البخيل. ولأن إلزام الإنسان شيئا لا يلزمه بأصل الشرع يكون فيه عليه حرج ومشقة وقد يثقل عليه، وقبل أن ينذر وهو في عافية، وفعل الخير مفتوح للإنسان بدون أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، مفتوح له، إن تيسر له فعله وإن لم يتيسر تركه، لكن إذا نذر لزمه ووجب عليه الوفاء به. نعم.